اللي هو بقى الجماعات الإرهابية لما بدأت تكسر بدأت تظهر مكافحة جريمة تانية. يبقى مشيت في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. ادي اتنين. ادي الجريمة الجنائية والجريمة السياسية اللي هي الايه مكافحة الإرهاب. فأنا كنت مدير أمن أسيوط في عز الإرهاب. ايوه. 4 سنين في أسيوط. من سنة كام لكام يا فندم؟ أنا كنت هناك من سنة 92 من 93 ل 96 وشويه يعني 4 سنين. عز ما كانوا بيهددوا في الشوارع بالظبط كده وفي الجامعات بالظبط كده. فكنت انا بقى كمدير امن او كشرطه في اسيوط بنحارب دي مع دي. الجريمه الجنائيه والجريمه الايه؟ الجرائم الارهابيه. طيب جه حصلت بتاعه يناير وما تلاها والاخوان وفشلهم وهو الى اخره. والتحالف مع الدول المعاديه لمصر. طيب استغلوا ايه لما بدأت بقى هنا حروب تانية بقى. حرب بقى. الشرطة تطورت من مكافحة الجريمة ومداهمة بيت على قد سلاح مخدرات ما اعرفش ايه الى زيها زي الجيش. بدليل ان هم في سيناء لانها تواجه حرب منظمة زي الحروب بين الدول. اصبحت بتواجه حرب منظمة في صحراء في جبال في مش عارف ايه في الكلام ده كله. واخد بالك؟ فتطورت اكتر. جاء مهم هنا لما فشلوا والحمد لله بدأوا في سلاح جديد خالص سلاح التكنولوجيا بقى الفيسبوك والتهديدات والكذب والشائعات والكلام ده كله. فأصبحت النهاردة بواجه الجريمة الجنائية والجريمة السياسية اللي هي الإرهاب والجرائم الإلكترونية.